رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. وأما حق السائل فإعطاؤه إذا تهيأت صدقا وقدرت على سد حاجته، والدعاء له فيما نزل به، والمعاونة له على طلبته، وإن شككت في صدقه وسبقت إليه التهمة ولم تعزم على ذلك، لم تأمن أن يكون من كيد الشيطان أراد أن يصدك عن حظك ويحول بينك وبين التقرب إلى ربك، تركته بستره ورددته ردا جميلا، وإن غلبت نفسك في أمره وأعطيته على ما عرض في نفسك من، فإن ذلك من عزم الأمور.